فاضية. حاضر يلا على الباب. ماشي ياسمين، أنا هكسر لك الزفت اللي في ودانك ده. ما خلاص بقى يلا على الباب. إيه اللي تزوق؟ اللي تزوق إيه يا جميلة؟ لا أنا آسفة يا ميس نادية، مفيش حاجة، أنا كنت فاكرة كريم نسي المفتاح ورجع تاني. اتفضلي. هو أنا بس ممكن تنزلي السكينة دي عشان أعرف أتفضل؟ آسفة. اتفضلي. تشربي إيه؟ لا أنا مش جاية أتضيف، أنا جاية أقعد معاكي خمس دقايق ومش هقعد كتير. لا ما يصحش، إحنا مش بخلة يعني. اقعدي بس. طبعا اكيد من ساعه ما جالك الجواب وانت عماله تدي عليا وتشتمي فيا. لا العفو. عموما انا مش متضايقه منك، انا لو كنت مكانك كنت هتضايق ان محدش نبهني، وخصوصا لو الحد ده قريب ليا زي انا وانت كده. بالظبط كده، ما هو ده اللي لخبطني. يا جميله اللي عملته ده كان حمايه ليكي، عبد الفضيل كان مقدم الشكوى للوزاره، ولولا علاقاتي القويه بيهم كانت حاسه مشكله كبيره قوي ليا وليكي. انا كان قدامي اختيار من الاثنين، يحفظ الشكوى ممكن ياذيكي بطريقه ثانيه، يا اما امشيها رسمي. بس قبل ما اعمل كده استشرت محامي وقال لي ان قضيه التهرب دي هتطلعي منها بسهوله، وبقيه القضايا التانيه غرامه وخلاص. ما هو ده بالظبط اللي قالوه لي امبارح، بس انا مش فاهمه يعني ما كانش في طريقه تانيه غير البلاغات دي. يا جميل انا عايزه اقول لك حاجه يمكن ما قلتهالكيش قبل كده. من يوم ما جيتي المدرسه وانا شايفه نفسي فيكي، شايفاكي وانتي رافضه تدي دروس خصوصيه، وشايفاكي قد ايه بتقعدي مع الولاد بعد الحصص تفهميهم اللي هم مش فاهمينه وبدون اي مقابل. انت ما بتتعامليش مع التعليم على انه سلعه. ما انا كنت عبيطه، لان هو فعلا سلعه، وبعدين انا ما عملتش حاجه عيب. عموما انا ما اقدرش الومك عشان انا مش مكانك، في النهايه دي حاجه تخصك انت ما تخصنيش انا. بس اللي يهمني انك تفهميه اني لا يمكن اقصد او اتعمد اني اذيكي او احطك في اي مشكله. يا نهار اسود، الاكل اتحرق. اتحرق ايه يا عم كريم؟ سوقت الموظفين دي، ده انا راجل مع جوز خالتي مش هيمشي كده. لا هو انت طلعنا مقطع عشان تمشي كده؟ انت جوز خالتك عنده عربيه اساسا؟ ايوه يا عم عنده. يا ابني انت ليك الشرف انك راكب جنبي اصلا، وبعدين ابويا خبط العربيه، رحت صلحت له الفانوس ولازم ارجع له عربيه زي ما استلمتها. لا يا معلم، يبقى نزلني، انا راح اكلم الواد طوفي ونقفل العداد. كلم امه ونقفل العداد؟ انت بتستفزني. طيب مش انت عايزني اقفل العداد؟ انا هوريك بقى تقفيل العداد. ورينا. برجاء ربط الاحزمه عشان ما تزعلش. ها ار يو ريدي؟ ورينا يا عم. جو. ايوه بقى يا كيمو يا جامد. كيمو يا مجايفر يا افضل اللي معانا. ايوه يا كيمو يا ابني. ايوه يا كيمو يا مجايفر. الله، تقريبا في حد بيشوي كفته ولا ايه ريحه الشياط؟ لا يا معلم عادي، لا تلاقي الكاوتش بيحك في الاسفلت عادي عادي. معلم ايه العربيه بتولع يا معلم؟ ايه العربيه بتولع يا معلم؟ يا نهار اسود، السله هتنفجر فينا. هتنفجر ازلك ازاي واحنا ماشيين على السرعه دي؟ اصبر بقى، ده انا ابويا هيرفعني من الكوريك. استنى يا جبان، خد يلا عشان ما اتحرق لوحدي. يا ابني يا عم انا مالي يا عم؟ يا ابني النجله، يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ ما بفهمش. بابا بابا بابا. عايز ايه يا كريم؟ الفانوس اتصلح. بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلحت الفانوس؟ شكرا يا سيدي. ما تحت امرك يعني يا بابا، اي حاجه انت عايزني اعملها لك يعني اعملها لك، يعني عايزني اصلح لك الفانوس اصلحه لك، عايزني اروح ولا البحر ولا 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 يا بحر. ايه اللي تروحه يالا؟ يالا مصحيني من النوم يالا عشان تقول لي صلحت الفانوس؟ حاضر يا سيدي، انا متشكر والعربيه كمان متشكره لك يا سيدي. لا هي العربيه مش متشكره، هي العربيه اتحرقت. عربيه اتحرقت؟ عربيتي اللي اتحرقت؟ وايه ده؟ ايه الهباب اللي على وشك ده يا؟ ما اتحرقت، كنت بطفيها. عربيه اتحرقت؟ ايوه العربيه اتحرقت. هو حياه ربنا. العربيه؟ ايوه العربيه، هي العربيه. تعالى معايا، تعالى معايا وريها لي، تعالى معايا وريها لي، افهمك. تعالى معايا وريها لي. انت يا ست انت قومي. فزي. بسم الله الرحيم. خير يا ابني؟ لقيته بتزيزو. زيزو؟ زيزو ايه بقى؟ ده انت حكايتك طلعت حكايه. حكايتي يا ابني؟ والله انا غلبانه. غلبانه؟ بلاش شويتين اللي انت عملتيهم عليا دول من اول ما جيتي.
في الحقيقه انا كنت هصدقك في الاول وكنت هخلي سبيلك ومشيكي وسايبك قاعده في مكتبي واخده راحتك ونايمه كمان. وانا عملت ايه بس يا ابني فهمني. هعرفك انت عملت ايه. الو. ايوه يا فندم، المتهم قصادي دلوقتي انصاف حماد ابو الكار. ايوه، الهاربه من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد. مؤبد؟ ايه ده؟ ايه الخبط ده؟ في ايه؟ ايه يا ابني ده؟ ايه المنظر اللي انت فيه ده؟ ماما ابوس ايدك لو بتحبيني، والنبي بابا لما يجي اوعي تفتحي الباب. ايه اللي حصل؟ ما تفهمني يا ابني في ايه اللي حصل؟ ايه يا عبد العزيز؟ هو فين كريم؟ فين كريم؟ فين؟ انت نزلت الشارع كده؟ هو ده اللي همك ان انا نزلت الشارع كده؟ فين كريم؟ في الاوضة. ماشي ماشي. ما تفهمني افتح يا كريم، افتح يا كريم بدل ما اكسر الباب على دماغك. مش فاتح. قول لي ايه اللي حصل؟ حرق العربية. يا ستي ما حرقتهاش، ما حرقتهاش، هي كان فيها مشكلة من ساعة الحادثة اللي انت عملتها، واكيد بنت مع الاستعمال يعني. طيب افتح يا كريم، افتح يا كريم، فهمني اللي حصل بس بهدوء. يعني انا لو فتحت انت مش هتضربني؟ مش هضربك يا حبيبي، مش هضربك يا حبيبي، انت خلاص بقيت راجل، معقول اضربك؟ افتح الباب بس يا كريم، افتح يا حبيبي. ايه يا كريم؟ تعال تعال تعال، حرقت العربية يا جزمة، حرقت العربية، حرقت العربية، حرقت العربية. خلاص يا عبد العزيز بقى، ولعت في العربية. وانت مش قلت لي انت كبرت بقيت راجل؟ انت بقيت جزمة، عشان كده لازم تضرب بالجزمة. سيبه بقى، خلينا نفهم، سيبه بس، في ايه اللي حصل؟ انا مش عايز افهم حاجة، انا عايز اشوف العربية. تعال معايا وريني العربية، تعال معايا وريني العربية، تعال تعال تعال. تعال طب اغير هدومك. ما اجيش هدومك. طب اكل لقمة. تعال. الواد هيموت في ايدك يا عبد العزيز. انا اللي اتسرق مني 250 الف جنيه، ايه موضوع الخاتم ده؟ ما هو اللي اشترى الخاتم ده هو الواد اللي سرق عربية عبد العزيز وسرق فلوسك. ومسكتوا الواد ده ازاي؟ بفضل توجيهات سيادتك يا عبدو بيه. يا عم هو انا شغال معاكم؟ يا استاذ عبدو انت عارف كويس قوي ان انا اكتر واحد في الدنيا هبقى مبسوط ان فلوسك ترجع لك، على الاقل هترحم من طابور الذنب بتاع كل يوم ده. افهم من كده ان الخاتم ده ثمنه 250 الف جنيه؟ معرفش، والنيابه لسه لغايه دلوقتي ما بعتتش حد يتمنه، لكن انا اظن ان هو هيبقى في حدود 150 160 مش اقل من 170. طب فين بقيه الفلوس؟ بص يا استاذ عبدو، الملفات اللي قدامك دي كلها محاضر سرقات، العربيات سهل ان احنا نلاقيها، لكن الفلوس بيبقى صعب تتبعها، عشان كده انا عايزك بس تحمد ربنا لو حاجه من الفلوس دي رجعت، لان ممكن ما فيش حاجه ترجع خالص. الحمد لله على كل شيء. الخاتم بقى هستلمه امتى؟ طب ما فيش متشكلين يا حسام، تعبناك معانا يا حسام يا ابني. يا سيدي هقول لك شكرا وتعبناك معانا، بس لما استلم فلوسي. المهم الخاتم هستلمه امتى؟ مش هينفع تستلم، لازم الاستاذ عبد العزيز هو اللي يجي عشان يخلص الاجراءات، لان هو اللي عامل المحضر. طب ما تتصلوا عبد العزيز. بكلمه من الصبح تليفونه مقفول، وكلمت جميله ما بتردش، شكلهم لسه في المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ايه؟ انا ما قلتش مستشفى. لا لا لا، انت قلت لسه مستشفى. بنتي وجوزها فيهم ايه؟ ايه ده بس يا استاذ عبد، الموضوع مش مستاهل كل ده. قول لي في انهي مستشفى بسرعه. انت يا بنتي مش سامعه الخناقه اللي بره، تخرجي تشوفي في ايه؟ وايه الشمع والبخور ده؟ انت بتحضري عفاريت؟ هو ما حدش يعرف يعمل المديتيشن في البيت براحته؟ بقول لك ايه يا ياسمين، انا روحي في مناخيري، انا عايزه افهم انت بتهببي ايه؟ انا كل البنات اللي في سني اوضتهم ليها مفتاح، افهم وجهه نظرك انك ما تديش مفتاح. مش هتاخدي الزفت المفتاح، وعايزه افهم انت بتعملي ايه بالظبط، وبتنامي ليه بالنهار وتصحي بالليل، وحابسه نفسك في الاوضه مش بتخرجي منها. يعني اخرج مش عاجبك، اقعد مش عاجبك، اعمل لك ايه؟ ذاكري، مش عندك امتحانات كمان كام يوم؟ اتفضلي اقعدي ذاكري. طب والمديتيشن؟ ابقي اعمليه في بيت جوزك يا حبيبتي. ها اتفضلي بقى اطفي الشمع ده وتنيلي اقعدي ذاكري. ايه يا بابا خير؟ ماما كويسة؟ طمنيني انت الاول، انت كويسة؟ انا الحمد لله كويسة، وفي ايه؟ حسام بيقول لي ان انتوا كنتوا في المستشفى. اه دي حادثة بسيطة كده بس عدت على خير الحمد لله. اتفضل. عدت على خير ازاي؟ اذا كان ربيع البواب بيقول لي ان العربية ولعت.
انت قصدك على حادثة النهاردة؟ اصل احنا عملنا حادثة امبارح واستاذ كريم كمل على العربية وعمل حادثة النهاردة. مش عارفة مال حظنا اليومين دول يا بابا. والواد كريم كويس؟ الحمد لله كويس، بس خرج مع عبد العزيز يشوف العربية او اللي فاضل من العربية. الحمد لله يا بنتي خير على كل شيء. ربنا بيقطع من هنا ويوصل هنا. اصلهم مسكوا الحرامي اللي كان سرق فلوسي. لا والله بجد؟ طب الحمد لله، الف مبروك، ده زمان ماما طايره من الفرح. امك ما بتكلمنيش يا جميله. ليه بس؟ مش عارف، ما بقتش عارف ارضيها ازاي بعد العمر ده كله يا بابا. لسه مش عارف ترضيها ازاي؟ اللي زي امك دي عاوزه عمر فوق العمر عشان الواحد بس يفهمها. بابا انا اسف، انا عارف ان انا غلطان. طب قول لي انت ايه اللي يرضيك وانا هعمله. بابا لو سمحت كلمني، ما تفضلش ساكت كده. الحمد لله يا كريم، الحمد لله ان انت كويس. كويس قوي انها جت في العربيه، تولع العربيه. ولعت قدامي.